الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه علينا مع كتاب التوحيد. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية، نعم، تنال، فإنما تنال ولاية ولاية الله بذلك، ولاية الله بذلك. طيب، نقف. أنت تحسب كل هذا؟ خلاص هنشرح في كل هذا. إذا انتقل هنا في قول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكلام هنا على مسألة المحبة. أقول دائما: الاعتقاد في القلب والإيمان في القلب، والقلب هو الذي يتحكم في الجوارح. القلب هو الذي يتحكم في الجوارح. ولذلك قال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأعمال القلوب هي أصل في أعمال الجوارح، وأصل أعمال القلوب المحبة، هي أسها وأساسها وركنها الركين. فالمحبة تقوم عليها جميع أعمال القلوب، واستواء القلب وتصديق وصدق الإيمان يظهر في صدق محبة العبد لربه جل في علاه. وهذه المحبة التي من أجلها شمر عن سعد الجد المجتهدون، وهي التي شأبت لها الأعناق وتهافت إليها القلوب. والمحبة محبتان، أو قل هي أقسام ثلاثة. محبة هي عبادة، وهي أصل ما نقول نتكلم فيه اليوم، وهو الذي يعني أراده المصنف. المحبة التي هي محبة العبادة هي محبة الله جل في علاه خضوعا وانقيادا وتذللا وتألها. فهذه المحبة هي محبة العبادة، هي أصل تحريك كل أعمال القلوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله جل في علاه هي أصل الإيمان، وأصل الاعتقاد، وأصل أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح. فمن أخلص المحبة لله جل في علاه فقد وحد الله. والذي نزل تحت قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن شرك في ذلك مع الله جل في علاه أحدا فالله غني عن هذا التشريك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك الله تعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا ما يز بين الناس إلا بالمحبة، إلا بتوحيده، وأصل التوحيد في محبة الله جل في علاه في القلب. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وأصلها وأسها وأساسها كما قلنا المحبة في القلب، تعظيما وتبجيلا وتوقيرا وخضعانا وتذللا لله جل في علاه. أما القسم الثاني من أقسام المحبة التي هي أصل كما قلنا العبادات، هي المحبة الجبلية. فهذه محبة عبادة، وهذه التي يؤجر عليها المرء، وهذه التي يكون بها فاصل الخطاب بين الإيمان وبين الكفران. والمحبة الثانية المحبة الجبلية التي لا يحاسب عليها المرء إلا إذا انتهى، هذا أمر آخر. لكن هي محبة الجبلية، فيها محبة عطف ومحبة توقير، وفيها أيضا محبة ميل. وهذه المحبة كلها من المحاب الجبلية التي ليس مكلفا بها
المرء لا يحاسب عليها إلا كما قلنا إذا زادت عن حدها أو إذا كانت فيها النية سابقة أو غير سابقة كما سنفصل. فالمحبة الجبلية أن يحب الرجل والده تعظيما وتبجيلا وتوقيرا، قال الله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الوالد هو وسط الجنة، فتوقير الوالد وتبجيل الوالد من أصل من أصول هذا الدين. والمحبة الميل فيه ميل فطري، ميل جبلي، ومحبة أيضا هي نفس المحبة الجبلية لكنها محبة الرحمة والشفقة أكثر، كحنو المرأة على ابنها، حنو الرجل على ابنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة التصق بها طفلها قال رأيتم هذه المرأة هي طارحة تكون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم العباد من هذه. فهي محبة الرحمة والشفقة تكون من الوالد لولده، وهي أيضا محبة جبلية. والمحبة الثانية الثالثة القسم السادس في هذا، وهي محبة أيضا جبلية، وهي محبة ميل الرجل لزوجه، محبة الرجل لزوجه كمن تزوج نصرانية ليست على دينه الآن تزوج وأحبها، هذا هذه محبة لاستعبادها، محبة عبادة، هي محبة جبلية. محبة الجبلية متى تكون يعني فيها وزر أو لها أجر؟ إن وقفت أمام محبة العبادة، إن وقفت أمام محبة العبادة. يعني امرأة نصرانية قالت لزوجها أنا لن أمكنك مني ولن تقترب مني حتى تدع الصلاة، هو في محبة جبلية بينه وبينها، ولا يحاسب عليها أمام ربي جل في علاه. لكن هنا المحبة الجبلية عندما ينصاع إليها وينقاد بها فقد وقفت سد منع أمام المحبة، محبة العبادة، فهنا يكون الوزر أو يكون الكفر كما التفصيل الذي سيأتي. لكن هو سيكون تكون المحبة الجبلية مذمومة إذا وقفت أمام المحبة العبادة، وسط بين هذه وذاك، وهي المحبة للوازم محبة الله جل في علاه. محبة وسط بين القسمين، هي محبة لوازم الله، يعني كمحبة الأنبياء. فأنت حبك للأنبياء ليس للذات، ولكن حبك لإيش؟ للرسال، لأنهم رسل، لأنهم عباد الله، لأن الله اصطفاهم، لأن الله يحبهم. يعني محبة ما يحبه الله جل في علاه، هذه الوسط بين القسمين. ومحبة ما يحبه الله جل في علاه هي محبة لله جل في علاه، فتنتقل سريعا إلى محبة العبادة. فمحبة الأنبياء، محبة الرسل، محبة الأصفياء، محبة الأولياء، محبة العلماء، كل ذلك دين، كما قال علي بن أبي طالب قال محبة ومحبة العلماء دين، وكما قال معاذ وحب العلماء دين ندين الله به، وكما قال ابن مسعود في هذا المعنى عندما قال كن عالما أو متعلما أو كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. فهذه المحبة تنتقد سريعا، وهي من لوازم المحبة، محبة العبادة، وبالنية تزداد وتتفاوت الدرجات ويرتقي بها المرء إلى محبة أو قربة لرب الأرض والسماوات. هذه أصل المحبة، قول الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند هو السمي العدل والشريك، ولا أحد يسامي ربنا جل في علاه كما قال الله جل في علاه هل تعلم له سمية، وهذا استفهام إنكاري، لا سمي لله جل في علاه. قال الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تجد أندادا لله جل في علاه ولا من يسامي ربنا جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا من أظلم الظلم وأقبح عفوا هذا من أظلم الظلم وأقبح الذنب وأفحشه، بأن يضع الشيء في غير موضعه، وأن يجعل الله ندا سبحانه جل في علاه، فهو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، يؤتي ما يشاء الملك ما يشاء وينزع الملك ما يشاء، كما في الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، فأتحبوا إليهم بالنعم وتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فرشهم، فإن تابوا فأنا طبيبهم وإن عصوني فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الغرض المقصود بأن اتخاذ الأنداد من أظلم الظلم، لذلك الله تعالى يقول إنكارا ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس بعض، والحق البعضية هنا على الغالبية، الحق البعضية هنا على الغالبية، والدلالة على ذلك دلالات من كتاب الله جل في علاه، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولذلك ترى الغثائية في الكثرة، قال الله تعالى ومن الناس، ومن الطبيعة ولكنها على الغالب، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لأن هناك من لم يتخذ من دون الله أندادا، وهؤلاء الموحدون الصادقون المصدقون المخلصون
هؤلاء الذين مكنهم الله تعالى من رقاب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن فعبدوا العبادة لرب العباد سبحانه جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. شوف هو ما ذكر ذكر أصل عبادة القلوب. شوف هو الندية هنا ما سجدوا له ما طبعا ما سجدوا ما خافوا ما رهبوا ما نظروا ما ذبحوا. قل إذا وجدت المحبة ستثمر ذلك ستثمر هذا إذا وجدت المحبة ستثمر العبادات صرف العبادات لغير الله جل في علاه. هذا حدث لهبل وللشمس وللقمر والعزة لما أعطوهم من قلوبهم محبة شركوهم مع الله جل في علاه. ولذلك الله تعالى بين ذلك عندما قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فجعلوا القسمة بينهم وبين الله جل في علاه لما توزعت المحبة. العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية ومن الناس ما يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله على قولين. القول الأول ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني عدلوا بحب الله مع حب الأنداد. فهو المعنى في قلوبهم حب لله جل في علاه وأحبوا الأنداد كما يحبون الله جل في علاه. وهذا تفسير الأصح وهذا الأسد. يعني شوف انظرونا وهذه الأبلغ وهذه التي أتى بها المصنف. من أجل ذلك أتى بها المصنف لا يقال بأنه في محبة الله جل في علاه أو الإقرار بالربوبية أو الإقرار بالأسماء والصفات نجاة كما يقول الأشاعرة. لأن الأشاعرة عندما قلنا لهم بتفسير لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله معناها لا خالق لا قادر على الاختراع إلا فجعلوا البراءة بالربوبية. مشركوا العرب فعلوا ذلك لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالصحيح راجع في هذا الباب بأنه نقول وإن وجدت المحبة محبة الله جل في علاه وإن وجدت المحبة في قلوبهم لما جعلوا لله شركا وندا في قلوبهم من المحبة محبة غير الله جل وعلا في قلوبهم لم يقبل الله جل في علاه ذلك وكفروا بهذا. زي قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا وهذا أعظم الأعمال في القلوب المحبة. قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا التفسير الأول من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله في قلوبهم حب لله لم ينفعهم لأن الله لا يرضى بالشرك. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتفسير الثاني في هذه الآية في قول الله جل في علاه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني هؤلاء الكفار حبهم للعزة والشمس وللقمر وغير ذلك حبهم للأنداد مثل حب المؤمنين لله جل في علاه. وهذا صراحة بعيد وهذا بعيد وإن كان ذما لهم لكن هذا بعيد. الصحيح التفسير الأول هو الراجح الصحيح أن هؤلاء الكفار الذين اتخذوا أندادا من دون الله جل في علاه في قلوبهم محبة لله جل في علاه. هذا حق في قلوبهم محبة لله جل في علاه وأيضا شركوا هذه المحبة بمحبة الأنداد. لذلك قسموا العباد قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فلا يصل إلى شركائنا وما كان شركائنا العكس فما كان شركائنا فلا يصل إلى الله وما كان الله فلا يصل إلى ساء ما يحكمون. إذن هذه الكلام على الآية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. فألفت الآية يعني جرت الانتباه إلى الكلام على أساس أعمال القلوب ألا وهي المحبة. إذن من يعني لابد أن نبرح هذا المجال ونتكلم على المحبة وكيف يصل المرء إلى محبة الله. هذا مطلب عزيز وهذا الذي كما قلنا من أجل شمر ساعد الجد إليه المجتهدون وهذا الذي تنافس فيه المتنافسون. والله تعالى لا يقرب إليه ولا يحب إلا من اصطفاه الله جل في علاه من أوليائه وأنبيائه وأحبائه سبحانه جل في علاه. فالأسباب الجالبة إلى محبة الله في علاه كثيرة وإن كنا نصدر الباب طبعا تمام التوحيد هو أهم ما يجلب محبة الله في علاه هو تمام التوحيد. تمام أحب الناس إلى الله تعالى أكثرهم توحيدا لله جل في علاه. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك أنت ترى كثير من الذين جعل اللهم الجنة بغير سابقة عذاب ولا حسابها أحبهم الله جل في علاه كما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما باتوا يخوضون يدوكون من هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم الإشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون لأنه لا يرقون شاذ ولا يسترقون وعلى ربهم
وكل هذه مادة المحبة لله جل في علاه. يبقى إذن تمام التوحيد. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الثاني بتاع الأمن، الأمن معناه الأمن في الآخرة، أن تكون بجوار الله، وجوار الله جل في علاه لا يكون إلا لمن أحب الله جل في علاه، لا سيما أنهم في منازل العلا. الثاني كثرة الذكر، كثرة الذكر لله جل في علاه، كثرة الذكر جالبة لمحبة الله، والدلالة على ذلك كثيرة. ما هي الدلالة على أن ذكر الله جالب لمحبة الله؟ أنا أريد التصريح، الدلالة على أن ذكر الله وكثرة ذكر الله جل في علاه جالب لمحبة الله. ممتاز، ليس فيها دليل، أو هي دليل طبعا بالاستنباط. الآن وين أين هم؟ أنا أريد المشاركة. نظراتي ليست معي وكسرت، وهذا يعني تعرف كأن نعم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. أنا أريد الدلالة على أنه جالب لمحبة الله. قد يكون تصريحا، أقول لك قد يكون بالاستنباط، لكن الاستنباط لابد أن يكون قريبا لا يكون بعيدا. ماشي، أنا منتظر، أريد المشاركة. كثرة ذكر الله جالبة لمحبة الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاذكروني، قال فاتبعوني أحببكم الله. لا يا في محل آخر. بعدين ما زلت قريب، أنا قلت الاستنباط يكون قريب. ممتاز ممتاز. ها لا، دي إجابة سديدة، لأن فيها دلالة. قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ومن أعظم نوافل نوافل الذكر، فدخل تحتها. قال ولا يزال عبدي، وهذا ممتاز. من مين؟ دكتور تامر ولا حفظه ربي؟ نعم، قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ومن النوافل كثرة الذكر. وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسر علي، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وايضا حديث الصحيحين بالاستنباط، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مع عبدي ومعية الله لا تكون الا، نادي معية خاصة لا تكون الا لمن احب، معية الله فيها النصرة والتوفيق والتسديد لا تكون الا لمن احب. قال انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. خذ الدلالة الثانية، قال فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفس، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، والله تعالى لا يذكر أحدا بالثناء عليه إلا من أحبه، الله لا يذكر أحدا بالثناء عليه إلا من أحبه. هذه كلها أدلة تدل على أن كثرة ذكر الله جل في علاه جالبة لمحبة الله جل في علاه. أيضا من ذلك الثالثة، هناك مشاركة أخرى. وقل لا يزال الإنسان رطبا بذكر الله، وآخر قال الحديث اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، جزاك الله خير، كلها عوامل مستأنس بها فيما قدنا. طيب من ذلك ايضا كثره الطهاره، لزوم الطهاره او كثره الطهاره، فهذه جالبه لمحبه الله جل في علاه. ماذا قال الله جل في علاه؟ ان الله يحب تصريحا لا تلميحا، ان الله يحب التوابين ويحب. يبقى اذا لابد من الثالثه، هي تكون ثالثه ورابعه، كثره التوبه وكثره الاستغفار. فكثره الاستغفار جالبه لمحبه الرحمن سبحانه جل في علاه، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب هو الذي كثير التوبة، كثير الفيئة، كثير الأوبة إلى ربه جل في علاه. فهذه الكثرة تجلب محبة الله جل في علاه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. فكثرة التوبة، وهذه يحتاجها المرء في كل لحظة وفي كل حين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يقول نعد عليه الله، أنا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو قال اللهم اغفر لي، نعم قال أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. مثلا قالها تصريحا، قال استغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فكثرة التوبة جالبة لمحبة الله جل في علاه. لما أنت لو نظرت النظر الدقيق في هذا الباب، كثرة الطهارة، كثرة الذكر، كلها جالبة لمحبة الله جل في علاه. لأنك لو ذكرت الله جل في علاه، سواء طبعا الذكر باللسان أو بالقلب، إن هو له مراتب ثلاثة،
لسان فقط، قلب فقط، لسان وقلب، لسان فقط له لهما له من الأجر، من ذكر وذكر الله جل وعلا، وقلب فقط والتدبر والتفكر، هذا أعظم من اللسان، وأعظم منهما توافق اللسان مع القلب، وهذا الأعظم في مراتب الذكر. هذه جالبة لمحبة الله جل وعلا، لأنه يذكر بلسانه ويتدبر بقلبه وبجوارحه، وأيضا في الذكر أنه يتدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهذه جالبة لمحبة الله جل في علاه. طيب جيد، جزاء الله خير. اللي كان يقول اللهم اغفر لي وتعالى انك انت التواب الرحيم في حديث نوع، لا 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 في روايه اخرى غير لا في روايه اخرى اللهم اغفر، نعم فيها ايضا كما قلنا كثرة التوبه وكثره التطهر، لزوم الطهاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن والله يحب المؤمنين، وايضا كثرة التطهر في قوله ان الله يحب المتطهرين، والمتطهر هو دائم التطهير. طبعا المتطهرين حتى لا تؤخذ على الظاهر فقط، قول الله على ان الله يحب المتطهرين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتطهرين الذين طهروا انفسهم وطهروا جوارحهم وطهروا قلوبهم. اصل الطهاره هي في القلب، كما قال الله وثيابك فطهر، يعني نياتك اخلاقك، فاصل التطهر تطهر القلب او طهاره القلب، وطهاره القلب ونقاء القلب هي اصل السعاده، والاصطفاء وايضا التسديد والتوفيق لا يكون الا بطهاره القلب، حتى فهم العلم لا يكون الا بطهاره القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود، ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها واتقاها، قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبه نبيه ولنشر دعواته ولنصر سنته، او كما قال رضي الله عنه وارضاه. اذا مسألة الطهارة طهارة القلب أولا، ثم وابن عباس أيضا قال يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته، طهارة القلب وأيضا طهارة الظاهر، فيحب المتطهرين ظاهرا وباطنا. أيضا من ذلك الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا الإحسان، إن الله يحب المحسنين، وهذه تصريحا أيضا، والإحسان هو أعلى مراتب الإيمان، يعني هو مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. والإحسان كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعد إجابة النبي، وإلا سنكون من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جعل وما أنا من المتكلفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. النبي صلى الله عليه وسلم إحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه، وهذا استحضار القلب. من ذلك أيضا حب من أحبه الله جعله وحب ما أحبه الله جعله فعله، الأسباب الجالبة لمحبة الله حب من أحبه الله وحب ما أحبه الله جل في علاه. لذلك ابن عمر كان دائما يدعو ويقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فحب الأنبياء هذه جالبة لمحبة الله جل في علاه، حب الأنبياء جالبة لمحبة الله جل في علاه، فأنت تحب ما يحبه الله جل في علاه، فهذه جالبة لمحبة الله لك، وأيضا محبة ما أحبه الله جل في علاه من الأفعال والأوامر التي أمر بها سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا كثرة الشكر، هذه ليست الأسباب التي قالها أهل الزهد وغير أهل الزهد، هذه تمرس يأتيك بهذا رحمكم الله. كثرة الشكر، كثرة الشكر جالبة لمحبة الله جل في علاه، والدلالة على ذلك حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله يحب في رواية ليرضى على العبد، وأن المحبة لازمة للرضا، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه، اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين يا أرحم الراحمين. فهنا كثرة الشكر جالبة لمحبة الرب سبحانه جل في علاه. فإذا الإنسان إذا أكثر من شكر الله جل وعلا ثناء وذكرا وقلبا تدبرا وتفكرا، هذا الذي استجلب محبة الله جل في علاه. ومن أيضا الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه اتباع الفرائض بالنوافل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وطبعا أولياء الله هم أحباء الله، قال من عادى لي وليا، إذا من الولي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي. فهذه أول مراتب الولاية، وهو محبوب لله جل وعلا، لكن الأرقى منها منزلة درجة المحبوبية، ودرجة المحبوبية تأتي في قولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه المحبوبية لا يسقط منها، من ارتقاها لا يسقط منها، وهي ما ارتقاها إلا بفضل الله جل وعلا، وإن عصى وإن زل فالله جعله يلهمه التوبة فلينزل منها بحال من الأحوال. لذلك قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها،
قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذه الأسباب التي يعني من أخذ بها, وهذه على سبيل التمثيل, من أخذ بها وصل إلى محبة الله جل في علاه, ومن أحبه الله جل في علاه كان موفقا مسددا كما في الحديث, ومن ارتقى درجة المحبوبية وإن تعدى وإن تجاوز يلهم الله جل في علاه التوبة وسعة الفيئة له. قال المصنف قل إن كان آباؤكم, هذا سقط عندك في هذه النسخة, قلت هذا إلى آخره, يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله ولهاد في سبيله, نعم, وتجارة تخشون كسادها, نعم, أحب عليكم من الله ورسوله ولهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. شو هنا قال الله تعالى قل لمن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد لمن معك, لمن يعارضك, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم, وهذه فيها دلالة على المنازعة بين المحبة العبادة والمحبة الجبلية. فالمحبة الجبلية يعرف هنا الفرق فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم الحدوث حتى تكون الله ورسوله أحب عليه مما سواهما, يظهر ذلك عند المنازعة, عند المنازعة والمفارقة. فهل يفارق محبة الله تعالى؟ نعم. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله من رسول, يعني هذا آثر كما قال الله جل في علاه, هذا إثار الدنيا على الآخرة, كما قال الله جل في علاه على أهل الكفر, قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال فتربصوا هذا أمر, وهذا الأمر ما أمر مفاده تهديد الشديد والوعيد الأكيد, فتربصوا حتى يأتي الله بأمر, يعني لو قدمتم محاب الآباء والأبناء وأيضا أخذتم بالعادات فتركتم محبة الله جل في علاه وقدمتم أنفسكم على محاب الله جل في علاه, قال فترة بس حتى يأتي الله بأمره. وهذه كما قلنا من باب التهديد والأكيد والوعيد الشديد على من يفعل ذلك. ولذلك ترى بأن من قدم أهل الكفر على الإيمان أو تمنى علو أهل الكفر على الإيمان يكفر بذلك ويخرج من الملة. قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله, وتشوف الوصف يوادون من حد, يبقى إذن العبادة محبة العبادة هنا في هذا الباب, لأنه لا بد من الولاء ولا بد من البراء, من الولاء والبراء. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شوف العجب أنه قال من والدي وولدي والناس أجمعين ولم يقل من نفسي, كيف فهم عمر الخطاب ذلك؟ أريد المشاركة. هو قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر قال أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. ما الذي أدخل نفسه؟ هو ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نفسه, قال أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولم يقل من نفسي. جاء عمر فقال أنت أحب إليه من كل أحد إلا نفسي. طب ما الذي أدخل النفس هنا؟ ما الذي أدخل النفس هنا؟ قال إلا من نفسي. فقال لا يا عمر, قال الآن يا رسول الله من أين هذه؟ طبعا علوم الآلة أصلا شيخ علوم الآلة مستخدمة عندما قال يا رسول الله الآن نحن في أمان فلما نقصر الصلاة بمفهوم مخالفة. قال له صادق تصدق الله بي عليكم. قال أجمعين نص في العموم والعموم يشمله. هو ممتاز بس من هذا؟ يعني عجيب جدا, لما ذهب بعيدا؟ لما ذهب بعيدا؟ شوف المشاركة الأخرى بس جيد ممتاز أجمعين, هذا تأكيد, يعني لو أخذ المؤكد بالمؤكد كان يعني أولى. نعم. يهيئ إلى الأمر سهل, يعني لا يحتاج لتمحيص نظر. أنت. نعم. قال ومن الناس. ممتاز. من؟ أنا طبعا خلاص رجع أرجع رددناه إلى الأدراج. الناس والناس ينزل تحته النفس, لذلك قال أنت أحب إليه من كل أحد إلا من نفسي. قال لا يا عمر, قال الآن يا رسول. شوف انتقال المحبة كيف سريعا, لأنه كان صادق القول وصادق الفعل, ظاهره لا يخالف باطنه. فقال الآن يا رسول الله, قال الآن يا عمر, الآن يا عمر. إذن في قول سلم لا يؤمن أحدكم, لا يؤمن, الأصل في النفي نفي الوجود,
والا يعني الاصل في نفي، نفي الاصل، نفي الوجود، والا فنفي الكمال. الصحه طبعا ما نفي الكمال، لان انا ما في صحه، لان انا استعباده، فيكون نفي نفي الكمال. فالحق هنا اذا تكلمنا عن عن اهل الايمان يبقى نفي الوجود غير وارد، يبقى نفي نفي الكمال. مع عمر بن الخطاب كان نفي الوجود غير وارد، لانه اصل المحبه موجوده، يبقى نفي نفي الكمال. الحق ان نقول بان محبه النبي صلى الله عليه وسلم لها اصل ومكمل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل، وهذا الذي به الإيمان، فإن خلا خلا القلب من الإيمان. ومكمل، والمكمل هنا مكمل وارب، ما في كلام مستعب، هذا المكمل مكمل واجب، فإن خلا منه القلب ضعف الإيمان ورق، ورق الإيمان، ضعف الإيمان ورق. فإذا أصل الإيمان هنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل ومكمل، والأصل هو أصل الإيمان. إن خلا القلب من محبة الله، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، خلا من الإيمان. ذلك ترى كثير من البل من البل من السفهاء البل يقول انا ساتبع، ولكن استغفر الله، يقول عن نفسه انه لا يحبه ولا يحب مات، لا يحب، يقول والله العظيم رجل اتى بهذا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، على الله، كان راكبا معي القطار، قال انا اصلي، اصلي مش انت بتقول اصلي، اصلي، ولكن انا استغفر الله، قال لا احب، نعم والله، خرج في وقته ولسه هيخرج، انتهى خرج. هذا المحبه الله جل وعلا، محبه النبي صلى الله اصل في صحه الايمان، هذا ركن من اركان الايمان. سبحان الله، شوف كراهه شرع الله جل وعلا يخلق قلب الايمان بذلك، قال ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط احبط اعمالهم بالكراهيه. هنا الان هو يقول اقر وسافعل، لكنه كاره، حبط عمله، خرج. فالمحبه اصل في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم محبه النبي صلى الله عليه وسلم اصل به، اصل الايمان، شرط في صحه الايمان، ومكمل، والمكمل واجب، يعني يأثم إن لم يصل لذلك، نعم. فالأصل هو أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكمل، والمكمل واجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من نفسي ومن ولدي ومن الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك أناس يأتون في آخر الزمان لو افتدون بأموالهم وأولادهم ليرونني. هذه من فرط محبة، المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأصل أن يكون أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، والكمال الواجب أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل حب أي أحد، من حبه لوالدي ولولدي ولنفسه. فهذه أصل المكمل الواجب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لم يقل له كفرت، قال لا، يعني لم يكتمل لك الدرجات إلى الآن يا عمر، فقال الآن أنت أحب لي من نفسي. قال إذن الآن يا عمر رضي الله عنه وارضه. هذا في حق أهل الإيمان، نعم، في حق الكفر، نعم، هذا في حق أهل الإيمان اللي هو النقص الكمال الواجب، أما في حق أهل الكفر فهو الوجود نفسه. خلاص أهل الكفر ما عندهم ما عندهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الإيمان، لم يكن مؤمنا. علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أولا وهي من أهم هذه العلامات أن تفدي، أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك، أن تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك، الفداء، فداء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الله جل في علاه ماذا قال؟ قال، وطبعا هذه تأتي بالاتباع، التبعية، تبعية الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهنا التبعية هنا يعني معنى ذلك أنهم يقدمونه على أنفسهم، وهذا حدث أروع الأمثلة ضربت في ذلك لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على أنفسهم. فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه عندما قال له الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة أبو بكر، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه في عندما اختبأ في غار في هذا الغار أنا فيه فتحات، فوضع الثوب يغلق هذه الفتحات حتى فتحة واحدة لم يجد فيها ثوبا، ووضع فيها رجله حتى أن حي قرصته. طبعا كانت لابد أن أرسي أمرا مهما، أن في السير يأتي التساهل في مسائل الأسانيد، فوضع ذلك فحتى قرصته حية، يعني ما وكان السلام ينام على فخذي، فما أوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الألم الذي فيه كان يبكي، فدموعه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فبرئت بإذن الله سبحانه وجل في علاه. وكان يقول هو يصف عن نفسه، يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتذكر الطلب فأكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه. لما أبو بكر وقال موتي موت رجل، أما موت النبي صلى الله عليه وسلم موت أمة، رسالة لكل جميع البشرية جمعاء.
قال فأتذكر أخاف العدو من الأمام فأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمين يسار كل ذلك حماية للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جميعهم فداك أبي وأمي. الزبير بن عوام سمع أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فخلع ثيابه وأخذ السيف سلطة وذهب عريانا في أهل مكة حتى لما سئل عن ذلك قال سمعت ذلك المكروه وأصاب محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا طلحة بن عبيد الله طلحة الخير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم وهو رفيقي في الجنة قام طلحة ويجلسه قام طلحة ويجلسه حتى قام طلحة كسرت الصحيفة صفيحة السيف في يده ثم ألقاها فأخذ يسد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله نحري دون نحرك لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم فضربوه بالسيف شلت يمينه فوقع في الأرض فجاء أبو بكر وعمر فقال صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب. فهؤلاء يبدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ولذلك كان المغرب بن شعبة يضرب بقبيعة السيف عروة بن مسعود عندما أخذ يلعب فقط في لحية النبي صلى الله عليه وسلم بل خذ أكثر من ذلك وأشد من الكلام الذي لا يمكن أن يقال أن أبا بكر لما قال له عروة ما أراك تفعل ما أحد فعل ما تفعل ما أرى أحد من العرب فعل ما تفعل أتقطع أتجدع أنفك بيدك ثم قال له وما لي أرى حولك إلا إيش ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو أشوابا من أخلاطا سيفرون عن أوباشا أشوابا سكتوا له لأنهم أصلا أنتم قلتم عنه هو كساحر مجنون فسكتوا عنه لكن لما قال سيفرون عنك وهذه الشاهد الذي نريده سيفرون عنك من قريب فقال أمسس بطر الله ما سكت وهذا كلام شديد ذلك الله تعالى قال أنزل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وهذا مظلمة كبيرة أنه يتهم الصحابة أنهم يفرون عن السلام وهم أصدق الناس في فداء السلام بأرواحهم قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله منهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هؤلاء كانوا حقا باعوا أنفسهم وكانوا وقفا لله جل في علا طبعا تقديم النفس لنفسه قال الله تعالى ما كان لهم المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وإن كان في النفس يبقى إذن في الطعام والشراب يقدم له الطعام ولا يأكل هو وهذا الذي حدث مع كثير من الصحابة يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم من أيضا علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ في النقطة الأولية شيخ عدم تقديم النفس صلى الله على نفس الرجل لا يخرج من الملة ولكن يأثم بذلك لا يخرج من الملة يعني لو قدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الملة لكن هو على شفير هلكة وأصل الإيمان معه أصل محبة سلم معه لا من قال بذلك قال أنت حب لي من كل أحد إلا من نفسك خلاص أنا قدمت نفسي على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفرت قال لا يا عمر لم تأخذ المراتب الإيش العليا قال الآن يا عمر مفهوم. طيب هنا أيضا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة لا يسمع بها إلا وهو يطبقها عملا وفعلا لا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علامة فارقة كما قال الحسن البصري زعم أناس محبة الله جل وعلا فاختبرهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال قل إن كنتم تحبون الله فعلامة ذلك فاتبعوني. والحديث الذي في السنن وفي الطبراني سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أحبني إذن علامة المحبة ظاهرة هنا في اتباع السنة قال من أحيا سنتي فمن أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة من أحيا سنتي فقد اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أهيب بالجميع الآن من طلبة العلم الأمر جلل محاربة السنة الآن جاءت من وجوه شتى وأعظم هذه الوجوه هو انتشار البدعة طبعا بدعة القبور وغير ذلك من البدعة التي تنتشر الآن رغم أنوف الجميع فهي تنتشر وتتعالى وأصواتهم تتعالى وأنت يعني آخر مؤتمر يدلك على ذلك في هذا الباب فلا بد لكل أحد منا أن يعض بالنوارد على السنن بل وينشر هذه السنن بين الناس دعك الآن مما يعني من حالك لكن قل أنا أعيش لأنجو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أحب الناس إلى النبي إن كنت أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنت ترى هجروا أحبابهم وهجروا أقاربهم من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله المغفل رضي الله عنه وارضاه مر على ابن عم له فرآه يرمي بالنبل بالحصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال الحذف هذا
قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يكسر السن ويفقأ العين. يعني شوف في المضرة فيها ما في مصلحة، والآن في حذف الحصى. فلما مر عليه وقال له ذلك هو يعلم أنه سينتهي، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يصدر الباب بذلك. فماذا حدث؟ في اليوم التالي رآه يحذف أيضا بالحصى، قال أقول لك نهى رسول الله وتفعل، والله ما كلمتك ما حييت. ما في، نحن أصلا نحن هباء، نحن أشباح بلا أرواح حقا. شوف انظر، قال والله ما كلمتك ما حييت. طبعا الأعجب منه من؟ ابن عمر لأن بلال، لأن بلالا ما قصد المخالفة، قال اجتهاد، كأنه قال العموم هنا الإطلاق هنا مقيد. عشان كده ننظر لهؤلاء الفقهاء من المتأخرين الذين يقيدون إطلاقات النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا فهم العلماء. فهم العلماء، فهم العلماء كيف يقيد بلا قرينة؟ وابن عمر بلال ابنه كان معه القرينة عندما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اجتهد كما اجتهدت عائشة. لأن عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يفعل النساء، ده فين؟ في القرون الخيرية، شوف في القرن الأول خلاص، شوف انظر، لو يرى، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت من نساء بني إسرائيل. لأنه قال إذا الإباحة كانت لها ضابط، الضابط انخرمت، إذا المنع. لما جاءت، لما تكلم ابن عمر مع بلال وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لنمنعهن. إذا اتخذناه إيش؟ دغلا. اجتهاد ولا ما اجتهاد؟ له مجال في الاجتهاد كعائشة ولا لا؟ نعم. ما الذي فعل عمر ابن عمر؟ لما فعل ذلك؟ فعل ذلك لأنه يعني شابه في قول أنه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، هو قال سأمنع. فكانت في الظاهر أنه يخالف ومعارض للسنة، فسبه مسبة شديدة. يقال أنه قال له لعنة الله عليك، ما أدري ثبتت أم لا، لكن هو سبه مسبة شديدة وما كلمه إلى أن مات. وهذا ابنه، وهذا ابنه. لذلك كانوا يعني كانت فيهم ما فيهم من القوة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام معاوية خطيبا وتكلم على بيع الذهب بالفضة أو الفضة والفضة نسيها، إن كان يعني قلادة فيها فضة وفيها غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، قال قد علمنا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بقول، فترك، قال لا أسكنك في مكان، انتهى الموضوع. أنا قلت لك منع، أنت تقول بذلك وتضرب بكلام عرض الحائط، لا أسكنك في مكان. حتى رجع إلى عمر الخطاب فسأله فقال لا والله لا يسكنك أنت أحد في مكان، اذهب إليه. وكتب وقال لا إمرة لك علي، لا إمرة لك علي، له نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأصحاب، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يختبر نفسه هل حقا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبحبي أحبه. والحديث وإن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا قال عن علي بن أبي طالب مثل ما قال على الأنصار. فمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأدلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خير قوم اصطفاهم الله تعالى لصحبة النبي وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت محبا للنبي لابد أن تكون محبا لأصحاب النبي. لذلك قال مالك كنا نعلم صبياننا أن محبة أصحاب رسول، محبة أصحاب رسول الله من الدين. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمن زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا عليه أن يبرهن بهذه العلامات، وإلا فالبدعة دلالة على عدم محبة. طبعا استغفر الله، ليست دلالة على عدم المحبة لكن دلالة على ضعف، على ضعف المحبة وعدم التمسك بالسنة. عمدي تقول له هذه سنة، أقول لك سنة سنة هكذا وأتركها، ما هي سنة، ما هي سنة أن تعظم السنة وتأخذ بها. فالاستهانة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسارعة في التطبيق لسنن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على علو محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. بهذا نكون انتهينا من نصف الباب في اليوم إن شاء الله، ونكمل الدرس القادم. نعم. يعني البدع إذا بلغت البدع الكفرية، نعم هي تمحى بها المحبة. أنا لا تستعم تكفر المرء ببدعته، بس هذا هو، ولكن هو حقا هو ملعون داخل في دائرة اللعن. لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. نعم. كيف يصل يعني مثلا يكون مثلا هو عنده درجات عالية أو مثل هذا الأمر في الحديث صلى الله عليه وسلم
يقتلع شيء يضاهي ويعاكس ما هو المسلم. هو لا يقول بذلك، هو لا يقول بذلك. اللي انت بتتكلم عنه ده اسمه لازم القول ولازم الفعل، لكن هو لم يقل بذلك. هو يقول انا اسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عمل عملا ليس عليه امرنا وهذا عمل ما عليه امرنا. فهم كيف؟ فهو طبعا عنده تاويلات، والا لكفر. هل هو يلتزم باللازم ان نقول له ان المبتدع ينصب نفسه ربا مع الله الذي فعله، ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ هو لا يلتزم بهذا اللازم، لكن هو لازم حق، لكن هو لا يلتزم بهذا، ولو التزم به لكفر، ونحن لسنا من المعتزله حتى نكفر به اللازم. لابد ان نفهم ذلك، هذه مسائل دقائق. نعم.